والسلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. قبل ما نبدأ هذه الفيديو الثانية حول الغنوصية اللي باش تتواصل كل شهر رمضان، أردت أن أوجه تحية إلى شعبنا في منطقة الريف الذين يطالبون بالحرية والكرامة، وتعرض حراكهم إلى الاعتقالات وإلى التشريد وإلى القتل منذ عدة شهور، وآخرها إلقاء القبض على قائد الحراك ناصر الزبزافي من طرف القوات المغربية الغاشمة. ونطالب باسم كل الأمازيغ أن يتم إطلاق البطل الزبزافي في أقرب وقت ممكن من طرف السلطات المغربية. ولهذا أضع هذا العلم الأمازيغي الحر لمنطقة الريف. نضال الأمازيغ سوف لن يتوقف، لن يتوقف ما دام هناك أحرار يطالبون بحقهم. نواصل الحديث عن الغنوصية. تعلمون أن الفكر الغنوصي يقوم على فكر البداهة، وهو في الحقيقة جدا بسيط ويمكن فهمه بكل سهولة. تعتبر الغنوصية أن التعقيدات التي قام بها الإنسان منذ آلاف السنين الهدف منها سيطرة الإنسان على الإنسان واحتكار المعرفة. ولهذا تطالب الغنوصية دائما بأن يستقل الفرد عن المنقول، وأنه يعود إلى طبيعته التي ولد عليها، وهذا الموضوع سوف نتكلم عليه طبعا. تؤمن الغنوصية أن الوجود الإنساني ليس صدفة، بل هو نتيجة طبيعية لتطور الوعي في المادة، وتعتبر أن كل الكون مشارك في هذا التطور. ولهذا الغنوصية تحترم الجميع. ورغم أن الغنوصية تعتبر الإنسان هو أعلى درجة الوعي فيما حوله، ولكن في نفس الوقت لا تنفي أن يكون هناك وعي آخر بعيد عن المنطقة التي موجود فيها الإنسان. ولهذا تعتبر الغنوصية إن الإنسان عندما يصل إلى مرتبة الإنسانية ويمكن له أن يسافر في فضاء الكون الواسع، يمكن أن يلتقي بقوى أخرى لها نفس وعيه أو أقل منه أو أكثر منه، وهذا احتمال. طبعا الغنوصية تضع الاحتمالات الحسية دون أن تجزم في الأمر. بالنسبة للغنوصية تعتبر أن الإنسان ما زال مرتبط بعالم الحيوان. صحيح إنها تعتبر أن هناك أشخاص ابتعدوا كثير عن عالم الحيوان، ولكن في نفس الوقت تعتبر أن كثيرين ما زالوا مرتبطين بعالم الحيوان. طبعا أنا هنا في هذه الفيديوهات التي سوف تدوم كل شهر رمضان سوف أحاول كل مرة أطرح فكرة من الأفكار. صحيح ليس هناك تسلسل في طرح المواضيع، أي كل فيديو سوف يعتبر مستقل بحد ذاته،
وكل يوم سوف أطرح فكرة من الأفكار الغموصية وأترك للمشاهد يستوعبها. صحيح، يمكن أيضا أن يكون هناك نوع من التكرار لبعض النقط، ولكن هذا ليس مشكل، لأني كما تعرفوا أنا نعمل الفيديوهات بتاعي دون تحضير وألقي ما أحس به مباشرة على المشاهد. وتعتبر التلقائية هي من القواعد الموجودة في الغنوصية أو الفكر الغنوصي. وقبل أن أطرح الفكرة التي أريد أن أطرحها في هذا الفيديو، أريد أن أجيب بعض الإخوة الذي سأل هل هناك غنوصيين؟ الجواب في الحقيقة الغنوصية غير موجودة أصلاً. أنا عندما أتكلم على الغنوصية وأقول الغنوصية والفكر الغنوصي وغيرها من أجل تقريب الفكرة للمشاهد، ولكن الغنوصية كما قلت وأعيد أن أقول ليس فكر، بل هي أكثر شيء طريقة للوصول للفكر. وفي نفس الوقت إجابة على السؤال هل هناك غنوصيين؟ الجواب كل إنسان يولد غنوصي. طبعا عندما نفهم المعنى الحقيقي للغنوصية التي هي الطبيعة والفطرة، وهذه النقطة سوف نتكلم عليها في الفيديو القادم. أما في هذه الفيديو حبيت نركز على مسألة مهمة تنجم تسهل لكم باش تفهموا الغنوصية. الغنوصية كما قلت لكم تقوم على الحس، وانتم تعرفوا ان الحس لا يبرمج، الافكار تبرمج، الافعال تبرمج، ولكن الحس هو آني. من هنا هذه النقطة حاولوا باش تفهموا شنو تقصد الغنوصية بالفطرة. من هذه النقطة حاولوا باش تفهموا شنو معناها الغنوصية. أنا ما نجيش مثلا غدوة نقول راني باش نحب، ولا غدوة راني باش نفرح. يمكن نقول البارح فرح، يمكن نقول الشهر اللي فات حبيت، أما ما نجمش نقول غدوة باش نحس هذه الحاجة، ولكن نجم نقول غدوة باش نعمل هذيك الحاجة، غدوة باش نفكر في موضوع معين. فالحس لا يمكن برمجته، فهي مسألة آنية تصاحب الإنسان من اللي تولد حتى يموت. طبعا ما نحبش ندخل في التفاصيل، هل الإحساس موجود قبل الولادة وهل هو موجود بعد الموت، خلينا في العالم هذا اللي احنا موجودين فيه. لكن فما هناك من يعي بإحساسه وهناك من لا يعي بإحساسه، هذا هو الفرق. ودرجة الوعي بالإحساس تختلف من إنسان إلى إنسان. إذن عندما تفهم هذه النقطة المهمة كيف تتعامل الغنوصية، هي مسألة الحس، يعني هي تستنبط الأفكار من الحس الآني. أكيد كل واحد منكم ساعات في حالات معينة يبدأ قاعد وتجي فكرة أو يجيه إحساس باش يعبر عليه. أكثر الناس ما تنتبهش، خاصة اللي مشغولين بأمور الدنيا أو ما عندهمش درجة من الوعي والمعرفة الكافية لكي ينتبهوا. ولكن
لو ينتبهوا لهذه النقطة الحياة متاعهم سوف تتبدل، على خطر احنا وتنبدأ فايقين الإحساس لا يفارقنا من اللي نقوم حتى نرقد، من اللي نتولد حتى نموت. هذا الإحساس موجود دائما، وهو يعتبر يعني شيء يميز الإنسان عن غيره. لا أقول إن الآخرين لا يحسون مثل الحيوان والنبات والجماد، الكل يحس، ولكن درجة الوعي والتعبير تختلف. ولهذا، وهذا موضوعنا في هذا الفيديو، ما هي سبل المعرفة عند الغنوصية؟ بالنسبة للغنوصية تؤمن أن هناك سبيلين للمعرفة. طبعا كما قلت لكم ونعود نقول لكم، الغنوصية لا تطرح أفكار، وإنما عندها قواعد، والقواعد هذه تستمدها من التجربة الإنسانية الطويلة التي دامت ملايين السنين، ونتيجة الملاحظة والتكرار. يعني الفكرة اللي تقولها الغنوصية مرت على مئات الآلاف من السنين، قيلت وقيلت وقيلت، فتعتبر قاعدة غنوصية. ورغم ذلك تقول الغنوصية إن كل قواعدها هي نسبية، ويمكن أن تتطور. مثلا على ذلك، الغنوصية تعتبر إن هناك حقائق تتكرر، ولكن مع تطور الإنسان وتطور الوعي الإنساني تصبح أكثر وضوح وتصبح أكثر تفصيل، فهي في الحقيقة تطورت ولكن لم تبتعد عن الجوهر الأصلي. نضرب لكم مثل مادي، احنا نجي ونقول مثلا اللي الأرض مدورة، من بعد وقت نجي ونثبتوا فيها نلقاوها مش مدورة 100%، وقت نجي ونثبتوا فيها أكثر نلقاوها عندها كنافر منا ومنا ومنا، وهي الجبال والبحار وكل شيء. إذا احنا وقت نرسموا الأرض مدورة في الخرائط، الأرض ليس هكذا، ولكن هذيك القاعدة الفكرية أن الأرض ما هيش مربعة وما هيش مثلثة وما هيش مبسوطة، ولكن التفاصيل نعرفوهم من بعد. إذن الغنوصية تعتبر أن هناك سبيلين للمعرفة، ما يسمى بالسبيل الداخلي والسبيل الخارجي. طبعا هناك عدة أسماء يمكن أن نطلقهم على هذين السبيلين، منها مثلا الإحساس والعقل، هذوما تسمية، أو المادة واللا مادة، أو الشعور الفعلي واللا شعور. الأسماء كثيرة، مانيش باش ندخل في التفاصيل. المهم اللي حبيت نقول هوني إن الغنوصية تعتبر إن سبل المعرفة اثنان: المعرفة الحسية الداخلية، ويعتبروها هي مصباح العقل، وهي شعلة النور التي في داخلنا، والتي بها نحس ونعي الأشياء. وتعتبر الغنوصية إن الإنسان هو عنده أقوى حس فيما حوله، لكي لا نقول في كل الكون، ولكن في نفس الوقت، وهذه نقطة جدا مهمة، إن قوة الوعي والإحساس لدى الإنسان لا يجعل منه أفضل من غيره،
سوى في البشرية، سوى في الموجودات اللي حولنا. أي أنا عندي إحساس أكثر من فلان، أو الإنسان عنده إحساس أكثر من الحيوان، لا يجعل منه أفضل منه، وإنما يجعل منه مسؤولا. هذا الفرق، وهي نقطة جدا مهمة. مسؤول على نفسه وعلى ما حوله. بالنسبة للغنوصية، كل الأحاسيس اللي عندنا هي نتيجة موروث حسي ليس بشري فقط، وإنما كوني. هذه نقطة. وتعتبر الغنوصية أن كل إنسان يولد بمكونات حسية على حسب أجداده وعلى حسب ماضيه، أي لا نولد متساوين في الكم الحسي. هذه نقطة أيضا مهمة، ولكن في نفس الوقت تعطي الفرصة للجميع بعد الولادة أن يطوروا الحس بتاعهم. ويمكن إنسان يتولد بكم كبير من الحس ويموت وقد فقد من هذا الحس، ويمكن أن إنسان يولد بكم صغير من الحس ويموت بحس قوي. نقطة جدا مهمة في الغنوصية حول مسألة الحس. هذا سبيل المعرفة الأول. أما السبيل الثاني عند الغنوصية هو العقل. ونفس الشيء، تؤمن الغنوصية أن كل إنسان يولد بإمكانيات عقلية معينة على حسب ماضيه، ولا نولد متساويين في العقل. يعني اللي جده نجار وجد جده نجار وجد جده نجار عنده قابلية أن يكون نجار أكثر من إنسان جده وجد جده وجد جده وجد جده حداد. ولكن لا يمنع أن اللي عنده المكونات بتاع أنه يكون نجار يمكن أن يصبح حداد ماهر. وهذه نقطة مهمة. إذن الفرصة موجودة للجميع، ولكن كل واحد على حسب الجهد متاعه. يعني إنسان يولد بإمكانيات قليلة يجب أن يبذل جهد كبير لكي يتجاوز الآخر الذي ولد بإمكانيات قوية. ويمكن أن تولد بإمكانيات قوية ولا تفعل شيء ولا تصل إلى شيء. إذن السبيل الثاني هو سبيل العقل، هو جدا مهم أيضا في الغنوصية، بل الغنوصية تعتبر أن الجانب الحسي مرتبط بالجانب العقلي. أي الحس يمكن أن يغذي العقل، بل تعتبر فصل الحس عن العقل هي عملية غير جيدة. هناك أشخاص يعتمدون إلا على الحس، وهذه الغنوصية تعتبرهم يعيشون في وهم، لأن الحس لو لا يصبح عقلي ليس له أي قيمة. كما تعتبر هناك أشخاص يعتمدون على العقل دون الحس، وهنا الغنوصية تعتبر هذا غير جيد، لأن فقدان الحس يؤدي إلى قيام بأعمال غير إنسانية وقريبة للحيوانية. لأن الإنسان مهما كان عقله يجب
أن يكون له جانب حسي، وعلاقة الحس بالعقل يجب أن تكون متوازية عند الإنسان. إذن بالنسبة للغنوصية، العقل مرتبط بالمادة، يعني أنا عندما نغزر الشجرة نشوفها شجرة، خلاص مثلي مثل الكمبيوتر نعرفها شجرة. علاش؟ على خاطر قالوا لي شجرة، وهذه نقطة مهمة بالنسبة للحس وبالنسبة للعقل. الغنوصية تعتبر أن هناك جانبين، جانب بالطبيعة وبالفطرة، وجانب بالتعلم والاكتساب، سواء في إطار الأسرة أو إطار المنطقة اللي تولدنا فيها أو المجتمع أو نتيجة جهدك الخاص. وعلى قد ما تطور المعرفة متاعك، على قد ما يكون عندك سبل باش تفهم الحس. بالنسبة للغنوصية، تطوير المعرفة والحس يجب أن يكون مثل الميزان. لو تطور المعرفة أكثر من الحس، تفقد صفة الإنسانية وتصبح نوعا ما مثل الآلة. ولو تطور الحس أكثر من المعرفة المادية العقلية، تصبح خيالي وحالم. وهذا هو الخطأ الكبير التي تدعو الغنوصية للانتباه إليه عند الإنسان، وهو التوازن بين الحس والعقل. إذن هذه الفكرة واضحة في مسألة سبل المعرفة، الحس والعقل. نجد أشخاص حالمين ونجد أشخاص منطقيين، ولكن من الصعب أن نجد إنسان في نفس الوقت عنده سبل المعرفة العقلية وفي نفس الوقت عنده جانب حسي يوازي المعرفة اللي يعرفها. والالتقاء بين الجانب الحسي والجانب المعرفي يخليك تفهم المعرفة أكثر وتحسها، ويخليك تفسر الإحساس. راجعوا رواحكم، انتبهوا لهذه النقطة المهمة، الفرق بين المعرفة والحس. وكما قلت لكم، هناك جانب نولد به وجانب مكتسب. قد الأسرة بتاعك أو المجتمع بتاعك ميوفر لكش السبل لاكتساب الحس أو لاكتساب المعرفة العقلية، ولكن أنت قادر على ذلك، وهنا تصبح لك قيمة فعلية في هذا الوجود. وهذه النقطة اللي باش نتكلم عليها في الفيديو القادم، وهي كيف نولد على البداهة أو الفطرة أو الطبيعة، وكيف نتطور على حسب المفهوم الغنوصي. وشكرا على المتابعة، ومع فيديو قادم، وبالسلامة، تحياتي.